السلام عليكم ميماتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كدير الصحيحه؟ ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه. نتمنى دائما نسمع عليكم غير الخير يا وجوه الخير. اش هاد الغبار؟ قولوا لي انت اللي غبرتي علينا. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم، على الاخوات اللي تيقولوا لي كتغبري علينا يا اختي حسنه. والله الا عارفه يا البنات، شوفوا راهي لا تنغبر، حتى واحد ما كره يخدم على قناه. وراكم عارفيني انا ماشي من النوع الكسول، من النوع اللي دائما تيطلع عليكم ما تكون شي حاجه وصافي. الله يحفظكم، لهلا يخطيكم. كنشكركم بزاف بزاف، واخا اي كلمه نقدر نقولها ما توفيكمش حقكم على التعليقات اللي كتكتبوا لي، على اختي الطاقه الايجابيه اللي كتعطيوني. الله يفرحكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم. وانا دائما اي اخت كتكتب لي شي تعليق وتنشوفه وتنضحك والله الا كندعي معاها بالمثل. الله يحفظكم من كل شر، والله يسهل عليكم، والله يعطيكم الصحه ويخلي لكم وليداتكم والديكم واللي ماتوا، يا ربي ترحمهم وترحم ميمتي وتجعل متواهم الجنه يا ربي، واللي نوى في شي حاجه في خاطر والله يحققها ليه ولا يحرك فيكم يا اختي شي عظم. كنشكر بزاف بزاف من هذا الفيديو حنونه حنان من امريكا، اللي هي اللي كتشجعني. نوضي حسنه صوري مسكينه، كل نهار تقول لي صوري يا حسنه، نوضي صوري فيديو، نوضي صوري فيديو. والله الا هي اللي شجعتني، خصوصا واحد الوصفه ديال الكاليت قالت لي ما صورتيهاش صافي. ايوا تحيه الحنونه من هذا الفيديو، تحيه لجميع الاخوات الطيبات اللي كيكتبوا الكلام الطيب. ايوا مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غيكونوا يا اختي ثلاثه الاقتراحات، غنشارك معكم المركز ديال الحامض اللي بزاف الاخوات يقولوا لي شاركيه معنا. راكم عارفيني انا المركز ديال الحامض ما تيخطانيش على طول العام، تيبقى عندي وتنحضروا في الوقيته اللي كيكون الحامض رخيص، تيدير جوج دراهم جوج دراهم ونص، استغلوه وديروه راه تينفع بزاف بزاف. وغنشارك معكم لي بات بصوص بلونش بالطون، كتجي رائعه بزاف. وغنشارك معكم يا اختي واحد الكاليت اللي تيجي هشيش مرمل رائع بزاف. نتمنى هاد الوصفات ان شاء الله يعجبوكم. الى عجبوكم اخواتي كيف العاده ما تنساونيش من لايكاتكم اولا لي جيم ديالكم، الله يسهل عليكم باش هكا حتى انا كنتشجع وكنعرف ان الفيديو عجبكم. ما تنساونيش يا اختي من تعاليق، كثروا لي التعاليق وقولوا لي كي دايره احوالكم، نطمئن عليكم والله يحفظكم ولا يحرك فيكم شاده. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه، عارفه فيا الهضره بزاف. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو بالمركز ديال الحامض. كنحتاجو الحامض اللي كناخدوه الكميه اللي بغيتو. انا تقريبا خديت 10 كيلو ديال الحامض، خديتو بجوج دراهم الكيلو، خديتو غسلتو بواحد الحلفه اللي كتكون رطبه، غسلتو من داك الشيء اللي تيكون فيه راكم عارفين، غسلتو وخليتو ينشف ومسحتو وحكيت ليه غير ديك القشره الصفراء، ما تنوصلوش حتى البيضه، غير الصفراء هكا كندوزو كل وحيده شويه حتى كنحكو القشره ديالو. كيف كتلاحظوا معايا هانتوما راه ما تنحكوش حتى كنوصلوا لديك البيضه، غير ديك القشيره الصفراء هكا شويه كندوزو كل وحيده هكا شويه. والحامض ضروري تغسلوه مزيان باش هكا ديك القشره تتكون نقيه، فهمتوني؟ صافي، من بعد ما كنحك ديك القشره الصفراء حتى كنكمل الكميه كامله، غادي ندوز نقسم الحامض او الليمون. حتى الليمون ممكن ديروه بنفس الطريقه، كنقسموها هكايا على زوج. وغادي ندوز دابا نعصرو في ديك العصاره اليدويه اولا العصاره الا كانت عندكم هذه ديال الضو، الصراحه كتنفع وكتنقص عليكم شويه تماره وكتنقص عليكم المجهود. المهم تقريبا الكميه ديال هاد 10 كيلو ديال الحامض كتعطيكم واحد 3 لتر ونص ديال الحامض يمكن. لان الحامض ديال هاد الوقيته راه فيه الماء ما شاء الله ورخيص، خذوه واستغلوه غينفعكم بزاف بزاف في الصيف، خصوصا الناس اللي ما تينقصوا من المناضه. انا البنات راه ضربت على المناضه الحمد لله، راه مصارني عاد ارتاحوا. هذا المركز هذا احسن من المناضه، تشهيتوا شي حاجه بارده تتجبدوه من الفريغو تديروا واحد المعلقه في واحد الكاس وكتعمروا عليه الماء وهانتوما يا سلام، منها منعش ومنها ما فيهش لي غاز وطبيعي. صافي غادي نعصر هذا الحامض كامل اللي عندي. الخطوه اللي مهمه قبل ما تبداو تعصروا العصير ديال الحامض، كدوزوا لهاد القشور ديال الحامض اللي حكينا وكتزيدوا عليهم سكر سنيده. فبالنسبه للكميه ديال السكر سنيده، انا درت 2 كيلو ونص ديال السكر سنيده في 10 كيلو ديال الحامض، كل 2 كيلو ديال الحامض بنص كيلو ديال سنيده، نص كيلو ديال سنيده مع 2 كيلو ديال الحامض. انا درت 10 كيلو ديال الحامض، درت 2 كيلو ونص ديال سنيده. هاد المرحله مهمه في المركز ديال الحامض، انكم كتخلطوا سنيده مع القشور ديال الحامض باش
تخرج داك القشره تتخرج لينا داك اللون الصفر وكتركزوا لينا اكثر. يعني قبل كي قلت لكم ما تعصروا العصير الحامض، ديروا هاد المرحله وخليوا هذيك سنيده كتخرج لينا ديك العصاره ديال داك القشور ديال الحامض وتيعطيو واحد اللون اللي زوين بزاف. صافي غنخليه وغادي نكمل العصير ديال داك الحامض كامل اللي عندي. غير بغيت نقول لكم هاد المرحله لان مهمه اننا نخلطوا القشور ديال الحامض مع سنيده ونخليوهم حتى كنعصروا داك العصير ديال الحامض كامل. وحتى الليمون نفس الطريقه كيف قلت لكم، الليمون حتى هو نفس الطريقه المركز الليمون ان شاء الله الا درتو حتى هو غنشاركوا معكم. شوفوا معايا ديك العصاره اللي كيطلق، انا هنايا راني بدلت البانيو لان هذاك البانيو بان ليا صغير فدرت بانيو بيض كبير. شوفوا معايا الكميه ديال العصير ديال الحامض اللي خرجت ليا، ضروري من انكم تصفيوه باش هكايا ما كدوش لكم شي دوك البودور ديال الحامض باش ما يدوزوش ليكم. صفيوه من الاحسن باش تاكدوا ان ما فيه لا شوائب لا والو، حيت حتى دوك القشور ان شاء الله الا صفينا غنحتاجوهم نبقاو نسمو بيهم. من بعد ما ضفت داك العصير كامل ديال الحامض اللي خرجت ليا ديك 10 كيلو، غادي نخلطو مزيان مع هاد السنيده حتى ينسجموا مع بعضياتهم. حركوهم مزيان مزيان يعني واحد دقيقه وانتم كتحركوا باش داك القشور ديال الحامض كيخرجوا لينا ديك العصاره اللي فيهم. تنحركوا هكايا واحد دقيقه عاد غادي نغطي على هاد البانيو بواحد بلاستيك غذائي لان انا هاد المركز درته بالليل. الا درتوه بالنهار حطوه غير في الكوزينه وغطيوه ومره مره هكايا حركوه. انا درته بالليل غطيت عليه بالبلاستيك الغذائي ودخلته للثلاجه ليله كامله. في الصباح جبتو وحركته وعاودت غطيته ورديته للثلاجه وعاوتاني دازت واحد 4 ديال السوايع وجبتو وحركته ورديته للثلاجه. والمره الاخرى صافي كنحركوه مزيان وكنصفيوه. مهم هاد القضيه هادي انكم كتحركوه جوج المرات حتى لثلاثه المرات وكتخليوه في الثلاجه 24 ساعه. مثلا درتوه بالليل اليوم كتخليوه حتى الليله ديال الغد ليه، فهمتوني؟ 24 ساعه باش يتركز، علاش هو سميتو المركز ديال الحامض. صافي كتخليوه 24 ساعه في الثلاجه وانتم خلطتوه شي 3 ديال المرات تقريبا. المره الاخرى ملي كتجبدوه تتحركوه وكدوزو كتاخدو واحد السوبيره اولا بلاستيكات. انا كنفضل نديرو شي سوبيره كبيره هكايا كندوزوه في الصفايه باش هادوك القشور ديال الحامض ما كيدوزوش لينا. ديروه في شي صفايه هكا اللي تكون رقيقه غادي نصفيه فيها، راه هو ما تيجمدش. يعني واخا ديروه في زعما في شي سوبيره اللي تكون كبيره كيولي هو داير بحال لا كلاص. يعني وقت ما بيتوه تجبدوا السوبيره كتاخدو القياس وتطردوها. انا تيعجبني هكا كنديرو في السوبيرات كيبقى ليا مده طويله. ممكن نتوما تقسموه على سوبيرات اللي بغيتو يعني صغار اولا كبار على حسب اللي بغيتو. انا تنديرو في هذه كبيره ومازال ان شاء الله غادي نزيد واحد الكميه لان كي قلت لكم تينفعني بزاف. انا راكم شايفيني تندير به البسبوسات كندير به لي كيك، يعني في الوقيته اللي تيكون غالي الحامض انا تيكون عندي تينفعني. صافي غادي نبدا هكا نصفي ونبدا دوك القشور تنعصرهم بهالطريقه هذه باش ما يبقى فيهم والو. وهادو هما القشور اللي كنقول لكم القشور ديال المركز ديال الحامض، هادو هما باش كنسم لي كيك البسبوسه. هاد القشور هادو غير هو ملاحظه انكم صفيو الحامض من دوك الشوائب اللي تيكونوا فيه، حيت حتى هاد القشور هادو راه تنستعملوهم فهمتوا باش ما يدوش لكم هكا شي عظم شي نهار ديروا في شي كيكه وتلقاوه فيها، فهمتوني؟ كل اختي فهمناك غا سربينا. صافي غادي نبدا هكايا نصفي حتى نكمل الكميه كامله وانا تنضغط على دوك القشور ديال الحامض باش هكا كيطلقوا لي ديك العصاره ديال المركز ديال الحامض وما كيبقاو يعني ناشفين، ما تيبقاوش هكا هازين داك الحامض بزاف. ها انتم هذه هي الطريقه سهله وبسيطه. وهذا المركز كنشجعكم انكم ديروه هو المركز تاع الليمون، اكيد كينفعنا بزاف في الشهر الفضيل. الله يبلغنا رمضان يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين، والله يوصلكم ليه سالمين يا ربي وفي صحه جيده. هكايا كطحنوا هذا المركز هذا كديروا منه غير 4 ديال المعالق مع اطروت الماء مع البنان او الاناناس او المانغ، اي فواكه او الفريز. انا تينفعني بزاف مع الفريز والبنان.
ما نعاودش ليكم اولا غير هكاك. المهم هو عنده بزاف الاستعمالات ان شاء الله، اقتم ما درت شي حاجه راه نصورها ليكم. من بعد ما صفيته كيف لاحظتوا صافي كملت الكميه كامله، سديت على السوبيره ودوك القشور حتى هما كنحتفظ بهم بواحد السوبيره وتنديروا دابا في المجمد. حتى القشور ستحتفظوا بهم البنات في المجمد باش هكا تيبقاو مزيانين. غادي نخليه ليله كامله في المجمد، خليته ليله كامله تقريبا صفيته بالليل وخليته الغد ليه في الصباح، راه وريته لكم ها نتوما كيفاش كيولي كيجي. راه هو ما تيجمدش، كيكون القوام ديالو كي قلت لكم بحال لاكلاص، كيجي هذا هو القوام ديالو ها نتوما. يعني كتهزوا الكميه اللي بغيتوا، مثلا تشهيتوا يا اختي شي كاس ديال شي عصير بارد اولا شي مناضه، كتاخذوا معلقه كبيره اولا معلقه ونص كاس ديال الماء وشربوا تبردوا. يا سلام، ما تزيدوا لا سكر لا والو، لان السكر درناه في المركز صافي. رائع بزاف، زوين اكيد، ان شاء الله غادي يعجبكم وغادي يفيدكم. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في التعليق اخواتي نجاوبكم. نتمنى الشرح ديالي يكون كافي ووافي، وراه تتشوفوني انا تنخدم به بزاف الاخوات تيقولوا لي كيفاش هذا المركز. كاينين اخوات اللي ما تيعرفوش جداد اولا مبتدئين، نتمنى ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يجربوه راه ممكن ديروا غير 2 كيلو ديال الحامض مع نص كيلو ديال السنيده بنفس الطريقه اللي درت معاكم. تنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، رائع بزاف. ودابا غادي ندوز نتشارك معاكم لي بات بصوص بلونش اولا بالصلصه البيضاء اللي كتجي رائعه بزاف، معلكه بالطون اللي كيحمقوا عليها بنياتي ومول الدار. نتمنى حتى نتوما تجربوها وتعجبكم، كتجي معلكه واعره للعشاء اولا الغداء، كتشبه بزاف. بسم الله على بركه الله. هنايا كناخذ واحد الكميله اولا واحد المقله اللي تكون شويه غارقه، كندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع شويه ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون، انا درت شويه ديال زيت الزيتون. غادي نخليها تذوب وغادي نزيد واحد البصله اللي كتكون متوسطه اللي كنحكوها في الحكاكه الغليظه اولا كنقطعوها مربعات صغيره. حنايا تتعجبنا البصله داكشي علاش انا هي تنشلضها تنقطعها كي مربعات. وغادي نزيد واحد الحبه ديال البرو الا كانت متوفره، انا راكم عارفين البرو كيكون عندي في الفريغو، ما كانش راه كديروا غير البصله خضاريه اولا غير البصله بوحدها، راه ماشي شي حاجه اللي ضروريه. وغادي نديرو واحد جوج الفصوص ديال الثومه اللي تيكونوا محكوكين، انا راكم عارفين عندي المعجون ديال الثومه وسكنجبير اللي ما تيخطانيش، ويلا صوبته هذه واحد 3 ايام كندير منه واحد المعلقه صغيره، راه ماكله ودواء سكنجبير طري وهذا والثومه راكم عارفين خلاص الفوائد ديالهم. غادي نشحر هذه البصله هذه مع البرو مع الثومه واحد دقيقه تتهبط ليا. وغادي ندير واحد العلبه ديال الشامبينيو اولا الفطر المعلب اللي غسلته وقطعته طريفات، ومن الافضل الا كان داك الشامبينيو اللي تيكون رطب، ما كاين واحد كيكون مكنزز قاصح ما كيدوش، دائما اختاروا هذا اللي تيكون اللون ديالو بحال هكا تيكون رطب. وتندير شويه ديال الملحه اللي تتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. طبيعه الحال الناس اللي توفر لهم هكي الشامبينيو الطري ممكن ديروه، انا درت غير داك المعلب اللي تيكون رطب ما تيكونش مكنزز. صافي غادي نخلي هاد البصله مع الشامبينيو حتى كيتشحروا مع بعضياتهم ويذهبوا بحال هكا. ودابا غادي نزيد الكريمه السائله، انا تقريبا درت 400 مليلتر ديال الكريمه على حسب الكميه ديال لي بات اللي عندكم. ممكن ديروا غير علبه واحده ديال الكريمه السائله وتديروا كاس ديال الحليب كتذوبوا فيه واحد المعلقه ديال مايزينا باش هكايا كتجيكم الكريمه كثيره. وتندير واحد المعلقه صغيره ديال صوص صوجا كتعطي واحد المذاق زوين وتتبدل حتى اللون شويه. هنايا عندي لي بات، خذوا اي نوع اللي ديجا سلقتهم في الماء اللي تيكون مغلي مع شويه الملحه وشويه ديال زيت المائده، وكنصفيهم كنخليهم يتسقطروا. هنايا من بعد ما كتغلى لينا الكريمه شويه غادي ندير واحد العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت وخليت شويه ديال الطون باش هكايا نزين به من الفوق، كنديرو هكايا في الكريمه باش كيطلق لينا ديك النكهه ديالو. ممكن تخليوه حتى للاخر وتضيفوه. كندير شويه الموتزاريلا مع شويه ديال الفرماج الاحمر باش هكايا اختي تجينا يجيونا لي بات معلكين راكم عارفين. المهم ديروا النوع ديال الفرامج اللي عندكم، ممكن ديروا حتى ديال الساندويتش او لا مثلت، مهم على حسب اللي توفر عندكم. صافي غنحرك هكايا شويه حتى كتبدا تغلى ديك الكريمه، عاد غادي نضيف هذيك لي بات اللي عندي. وانا كنفضل في هذا النوع ديال لي بات بصوص بلونش كنفضل لي فيس، داك لي فيس اللي تيكونوا ملوريين ملوريين. المهم
ما تديوش على الهضره، هادوك تيشربوا الكريمه وتيجيو رائعين بزاف. مهم هذا النوع اللي كنتوفر عندي هاد المره، مهم بحال بحال اللي عندكم قضيو به الغرض. صافي درت هذيك الكميه ديال لي بات، تقريبا انا عندي 400 غرام ديال لي بات، داكشي علاش كثرت الكريمه، نتوما على حسب الكميه اللي عندكم. تنبدا هكايا درت شويه ديال القزبر والمعدنوس، وتنبدا هكايا نشرب ديك لي بات، نشرب هذيك الكريمه وداك الطون وديك البصله باش كتجينا بنينه. كنخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وهي كتشرب ديك الكريمه على نار اللي تكون متوسطه، وتتقدموها بالصحه والراحه، راه كتجي رائعه وكتجي يا سلام. ما نعاودش ليكم، ممكن بطبيعه الحال تعوضوا الطون بالكفته اولا بالدجاج، تشحروا هكايا مع ديك البصله والشامبينيون اولا الكفته حتى هي تشحروها، راه تجي زوينه اي حاجه. انا بعد كل مره وشنو تندير، ولكن بناتي تيحمقوا ليا على شي حاجه سميتها الطون. صافي هانتوما شوفوا الشكل ديالها، تجي مشربه داك الكريمه وتجي يا سلام. غادي نقدمها بالصحه والراحه، المهم التقديم على قد الحال، قبلوا عليا وصافي. قدمتها في هاد الطبيصلات اللي غادي نوريهم لكم في المشتريات، راه شريتهم داك النهار نيت ودرت فيهم لي بات. درت لي بات وزينتها بشويه ديال الطون، قلت لكم خليت شويه نزين به وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الفرماج الاحمر يا اختي، المهم على قد الحال وصافي. زعما بحال راه تياكلوا في المطاعم، راكم عارفين مره تنديروا هاد الوجبات اللي تنتشهاهم على برا، نديروهم في الدار للوليدات تيحماقوا على هاد الشيء. كتجي معلكه بنينه رائعه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كيف ما دائما كتردوا عليا لهلي خطيكم. كنشكر بزاف بزاف خاصه الاخوات اللي تيجربوا شي وصفه بدون تردد، كيجيو عندي وكيشكروني. الله يكبر بكم اخواتاتي، لهلي خطيكم ولهلي حرك فيكم يا اختي شعظم. ايوا اجي ودابا نتشارك معكم يا اختي المشتريات اللي شريت. انا راه واخا نشريها معلقه تنفرح، ما عرفتش علاش. المهم مشيت لواحد المحل عندنا هنايا في الواد النيت، كنشوف هادو كيعجبوني، راكم عارفين ما حنا التصوير تنبغيو مره مره نوعو في المعنات، وبيني وبينكم شحال هادي ما بقيت شريت حتى شي حاجه زعما جديده. شريت هاد اللعيبات هادو الساعه جاوني صغار، كيصحاب ليا بلي قد القياس ديال العنبه الساعه غير نص كاس عنبه اللي كيوزنوا. المهم خديت غير جوج لان غاليين، دايرين 15 درهم، قلت كل مره زعما ناخذ وحيده هكايا على قبل التصوير وصافي. خديت هاد القريعه هادي باش نبقى نصور فيها يا اختي الحليب، وقيله ب 13 درهم يمكن، حيت ما بقيتش عاقله على الاثمنه، راه من النوع اللي ما تيعقلش على الاثمنه بزاف. وخديت هذيك الزلافه يمكن ب 10 دراهم على حسب الدقيق وعلى حسب السميده، وهذا انا كيعجبني داك الشكل اللي كيكون ترونسبارو. وخديت هادو نيت فاش قدمت لي بات، هادو خديتهم يمكن ب 13 ولا 15 والله ما عقلت، 13 ولا 15. المهم هادو الكحلين هادو اللي مزوقين بالبيض، هادو خديتهم ب 13 يمكن. ايوا هادشي اللي خديت انا، وريتكم كل مره وقت ما خديت شي حاجه يا اختي نوريها لكم. انا راه كي قلت لكم نشري زلافه تنفرح، تيعجبوني الماعن، ما عرفتش شكون اللي بحالي يفضل الماعن على الحوايج. ودابا يا اختي غادي ندوز نشارك معكم هاد الكاليت اللي كيجي رائع بزاف بالمذاق ديال اللوز، ممكن تعوضوه بالزنجلان اولا الكوك. راني عجبت معكم في الكاليت، راه درت معكم بزاف ديال الانواع، عرفتوا هذا كيجي بحال شي بسكوي، كيجي خطير بزاف، جربوه وردوا عليا الخبر. بسم الله على بركه الله غادي نبداو في المقادير مع طريقه التحضير. غادي نحتاجو 60 غرام ديال الزبده، 60 غرام ديال الزبده اللي هي جوج المعالق كبار ديال الزبده، تكون نباتيه اولا تكون حيوانيه اللي توفر عندكم. كندير 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام اللي هي كاس لاروب ديال العنبه، قبيصه ديال الملحه، سكر فاني 7 غرام، صاشيه وحده ديال الفاني. غادي ندمج شويه هذيك الزبده مع السكر، انا كانت عندي الزبده في الثلاجه داكشي علاش كتبان لكم قاصحه شويه، من الاحسن تكون بدرجه حراره المطبخ. نحاول هكايا ندمجها مع ديك السنيده شويه. من بعد غادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت اللي هي 100 مليلتر، دائما العبارات بكاس العنبه 100 مليلتر ديال الزيت. وغادي ندمج مزيان هذاك السكر مع ديك الزبده والزيت حتى كتحل لينا ديك الزبده. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره ديال العسل، انا استعملت العسل اللي كنصاوب في الدار، واخا بزاف الاخوات مازال كيتسناوه، غير سمحوا لي والله فاش صورته فاش درته ما كنتش كنصور داكشي علاش، ولكن ان شاء الله باذن الله هاد السيمانه غنديرو معاكم، كيجي غزال بزاف هاد العسل، انا تنديرو الماكله الصراحه. معلقه كبيره ديال العسل، ونعاود نخلط مزيان. ودابا غادي ندير واحد شويه ديال اللوز، غير واحد اش غنقول
غنقول لكم جوج المعالق ديال اللوز اللي خديتهم وحمرتهم في الفران وطحنتهم. هانتوما كتشوفوا معايا في الجانب الكميه اللي استعملت، خديته مسحته وحمرته بالقشره ديالو وطحنته بالقشره ديالو، كنضيفو حتى هو وكنحرك مزيان. وغادي نضيف دابا بيضه كامله زائد ابيض بيضه وواحد الصفار ديال البيضه كنحتاجوه للدهن، يعني في المجموع تنحتاجو جوج بيضات ناقص اصفر بيضه للدهن. غادي نخلط عاوتاني مزيان هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم واحد دقيقه. وغادي نضيف واحد الخماره ديال الحلوه للوزن ديالها 7 غرام، صاشيه وحده ديال الخميره 7 اولا 8 غرام اللي توفر عندكم. وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، ودائما الخميره تنغربلوها باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات، وحتى الدقيق حتى هو تيكون مغربل. انا كيف معودين عليا تنعطيكم مقادير مضبوطه، فبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي غتحتاجوا في هذا الكاليط انا عندي كل شيء راكم عارفين، تنحاول نعطيكم مقادير مضبوطه. غادي تحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق، 400 غرام اللي هي ربعة ديال الكيسان ديال العنبه، وانا هاد المره زدت معلقه كبيره ديال الدقيق فوق هذيك 400 غرام، لان راكم عارفين كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا، وعاوتاني على حسب النوعيه ديال البيض، كاين البيض اللي تيكون كبير وكاين البيض اللي تيكون صغير، يعني تقدروا تزيدوا معلقه كبيره على ديك 400 غرام اولا جوج المعالق، يعني في المجموع تقدروا تحتاجوا ربعات الكيسان وربع ديال الدقيق الابيض اللي تيكون خاص بالحلويات وتيكون مغربل، اللي هي ربعات الكيسان ديال العنبه وربع اللي هي 430 غرام تقريبا. صافي دائما تنجمعوا الكاليط غير ما كنحاولوش ندلكوه، غير تنجمعوه الدقيق تنضيفوه على دفعات، ما نضيفوهش دفعه واحده باش هكا ما تيشربش لكم الطحين دغيا، ملي تنديروا الطحين دفعه واحده ديك الحلوه ديالكم اولا الكاليط تيشرب الدقيق بزاف. صافي من بعد ما كنجمعوها نتوما هذا هو القوام ديالو، خاصو يكون رطب، راكم عارفين خلاص العجينه ديال الكاليط تتكون شويه خفيفه باش تيجيكم هشيش ما تيجيكمش قاصح، يعني تيجي مرمل وتيجي زوين. صافي هنايا من بعد ما كنجمع العجينه مباشره كناخذ واحد الطاوله اللي كنفرشوا فيها بابي سولفوغيزي اولا كدهنوها بالزيت باش هكايا ما كتلصقش لكم الحليوه ديالكم اولا الكاليط ديالكم. وغادي نعمر انا شي وحدين هكايا بالشوكولاته، كناخذ كميه هكايا ديال العجينه وكندير جوج طريفات ديال الشوكولاته، انا عندي هاد الشوكولاته صديفات اولا كتقطعوا الشوكولاته طريفات مهم اللي عندكم، وكتكوروا الكاليط ديالكم بهاد الطريقه، يعني كتحشيوه بداك الشوكولات. انتم شوفوا معايا ممكن ديروا هكا عادي كي كندير انا، كندير حبه عاديه وحبه بالشوكولات، كتكوروها وكتحطوها في الكف ديال ايديكم وكتقرصوها. راكم عارفين الكاليط تيجي شويه هكا غليظ، انا ما تيعجبنيش غليظ، انا تيعجبني شويه يكون رقيق باش كيجي بحال شي بيسكوي. صافي انا غنوريكم عاوتاني وحدين اخرين، كنحاول هكا نقرصهم ونحاول نقادهم على شكل دائري. انا غناخذ كميه ديال العجينه هادو تنديرهم عاديين وتنحاول هكا نكورهم في ايديا بهذه الطريقه، كنلول بها وكنقرصها هكا شويه على حسب اللي بغيتو نتوما. اما ديك اللي تنعمرها كناخذ كميه ديال العجينه وكندير فيها حفره في الوسط وكنعمرها بالشوكولات وكنسد عليها وكنلول بها وكنقرصها حتى هي شويه بنفس الطريقه. كنتمنى الصوره كتكون كتوضح اكثر من كلامي، راكم عارفين انا تنبين نشرح كل شيء على قبل الاخوات المبتدئات، ايوا قبلوا عليا وصافي. بعد ما عمرت الطابه دابا غادي ندوز ندهنهم. هنايا خديت ديك صفار بيضه اللي خليت من الاول، زدت عليها واحد شويه ديال السكر ديال الفاني، واحد القطيره ديال الخل، وخديت واحد شويه ديال الحليب ذوبت فيه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وزدتو على داك الصفر ديال البيض وخلطتهم مزيان مع بعضياتهم. وكندوز هكايا كندهن هاد الكاليط هكايا بواحد البانسو، كندهنهم هكايا من الفوق، ما تدهنوهمش مزيان باش ما كيجيوش معامرين، فهمتوا؟ كدهنوا غير واحد الدهنه خفيفه كيف ما تندير انا، وراه ما تجيش فيهم النكهه الريحه ديال البيض نهائيا، لان انا مع الصفار ديال البيض كندير ديك شويه ديال هذا سنيده ديال الفاني. صافي من بعد ما كندهنهم كاملين كناخذ هكا واحد الفرشيطه وتندير هكا علامه زائد باللور ديالها، وانتم ما تيبقى لكم تزيين اختياري، ممكن تزيدوا شويه ديال اللوز كونكاسي من الفوق. غادي ندخلوا دابا الفران اللي تيكون بارد، حتى كندخلوا عاد كنشعل عليه الفران غير من تحت النار اللي تكون متوسطه هادئه باش يطيب على خاطرو، حتى كيتحمر عاد كنهبطو يتحمر من الوجه ديالو، وتنخليه حتى كيبرد وكنقدمو بالصحه والراحه، كيجي رائع. بالنسبه لهاد الكميه راه كتخرج 33 حبه
ديال الكاليت. شوفوا معايا كي كيجي، انا تيعجبني في هذا السمك، ما تيعجبنيش يجي غليظ بزاف، كيجي هشيش ومرمل، وداك اللوز كيعطيه واحد المذاق واعر. اللوز كي قلت لكم ممكن تعوضوه بالزنجلان اولا بالكوك اللي حبيتو نتوما واللي توفر عندكم، اصلا درت غير شي شويه. شوفوا معايا هذا اللي كيجي فيه الشكلاط، كي كيجي وراه تيجي كيجي مرمل، ماشي تيجي بحال زعما تيجي رطب، تيجي مرمل وتيجي زوين مع شي كاس تاتاي ولا شي قهوه. غير جربوه على ضمانتي، اكيد غادي يعجبكم. ها انتم عن قرب شوفوا معايا كيجي هشيش هشيش والله. واخا التصوير انا راه ما تنعطيش حق مؤخرا، التليفون تيضبب ليا، تيجي واعر بزاف. نتمنى من كل قلبي تجربوه ويعجبكم ويعجبوكم كاع الوصفات اللي تشاركت معكم. خليت لكم الراحه يا اغلى الناس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.